Ladies and gentlemen, beautiful and lovely human beings. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وكل شيء غادي معكم مزيان. مرحبا بكم معايا في جلسه جديده ديال حديث ومغزل. وحده من الاشياء اللي تقدر انها تحفزك وتساعد انك تكتسب واحد الثقه في راسك هي انك تعرف القيمه ديالك في الحياه وشنو تتسوى. وهذا الموضوع هذا تيذكرني في واحد القصه. عزازين علينا الحجايات، حنا ما كاين غير حجي ليا نحجي له. واحد القصه نتاع واحد الطفل اللي واحد النهار مشى عند الوالد ديالو سولو السؤال العظيم، شنو تنسوى وشنو هي القيمه ديالي في الحياه؟ فبلاص ما الاب ديالو يجاوبو عطاه واحد الحجره وطلب منه انه يمشي للسوق ويحاول انه يبيعها. اللي سولو بشحال الثمن ديالها يهجو سبعان وما ينطق حتى شي كلمه من فمه. فمشى داك الولد السوق وحد ديك الحجره، وجات عنده واحد السيده سولاتو قالت له هاد الحجره هادي عجبتني بغيت نحطها ديكور عندي في الدار بشحال تتبيعها؟ هز الولد جوج سبعان ديالو بلا ما ينطق حتى شي كلمه وهي تقول له جوج دراهم بغيت نشريها من عندك. هز الولد الحجره ديالو ورجع عند الاب ديالو بلا ما باعها، وعاود الوالد ديالو بان واحد السيده بغات تشري من عنده ديك الحجره بجوج دراهم. وجابوا الوالد ديالو بغيتك عاوتاني تهز هاد الحجره وتمشي لواحد المتحف حاول انك تبيع لهم الحجره، ولا سولوك على الثمن عاوتاني دير نفس القضيه هز جوج سبعان وما تنطق حتى شي كلمه. فمشى داك الولد للمتحف وتلاقى مع السيد اللي بغى يشري من عنده الحجره، سولو بشحال الثمن وهز الولد جوج سبعان وما نطق حتى شي كلمه. جابوا داك السيد 200 درهم بغيت نشري من عندك هاد الحجره. الدري الصغير استغرب ومشى عند الوالد ديالو وعاود ليه القصه اللي وقعت له، وطلب منه الوالد ديالو واحد الطلب، قال له ولدي بغيتك تمشي لاخر بلاصه ودي معك هاد الحجره، بغيتك تمشي عند البازار اللي تيبيع الاشياء اللي هي قديمه، ووري هاد الحجره وقم بنفس العمليه، الا سولك بشحال الثمن هز جوج سبعان وما تنطق حتى شي كلمه. فمشى الولد للبازار وتلاقى مع السيد اللي مكلف تما، جبت ليه الحجره وهو يتعجب وسولو مول البازار منين جبتي هذه الحجره نادره في العالم بغيت نشريها من عندك دابا بشحال ما بغيتي. فهز الولد جوج سبعان وما نطق حتى شي كلمه، هو يقول ليه مول البازار 200 الف درهم نعطيها لك دابا وبيعها ليا. الولد تصدم وما عارف ما يدير، مشى تيجري عند الوالد ديالو حكى ليه القصه، هو يجاوبو با واش فهمتي يا ولدي دابا قيمتك في الحياه؟ ماشي مهم الوسط اللي جيتي منه ولا تولدتي فيه، اللون ديال البشره ديالك ولا المستوى المعيشي اللي انت عايش فيه، اللي مهم هو انت فين باغي تحط راسك، الناس اللي تدورهم بك وكيفاش تختارهم. بعض المرات تنكونوا عايشين واحد الحياه اللي تنحسوا براسنا باننا ما تنسوى والو، ولا عايش مع ناس اللي تيحسوك دائما بان لا قيمه لك، لكن كل واحد فينا عنده واحد الجوهر في الداخل ديالو. يمكن لنا اننا نختاروا نكونوا دايرين بناس اللي تيشوفوا الجوهر الحقيقي وتيقدروا بالقيمه ديالنا. يمكن تختار انك تحط راسك في السوق ولا تحط راسك في البازار، ويمكن لك انت انك تشوف القيمه في الناس وحد اخرين وتعاونهم انهم يشوفوا الجوهر ديالهم. الا كنت اليوم تتحس براسك بانك ما عارف شنو هي قيمتك في الحياه، حاول على الاقل انك يكون عندك ناس في حياتك اللي عارفين شنو هي القيمه ديالهم في الحياه. ولا كنت اليوم ما عارف شنو باغي دير في حياتك وما قادرش دير الحوايج اللي تتبغي في حياتك، حاول على الاقل ان الناس اللي يكونوا دايرين بك يكونوا تيديروا الحوايج اللي هما تيبغيو. اختار الناس اللي تدخل لحياتك بحكمه لانهم يمكن لهم يلعبوا دور كبير في مستقبلك. تبارك الله عليكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على الوفاء ديالكم، شكرا بزاف على الحب ديالكم، وشكرا بزاف حيت انت ولا انت كملتي هذا الفيديو. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. مع من شتك مع من شباتك. بيس. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.